عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رودولف سعاده الرئيس التنفيذي لشركه الخطوط الملاحيه الفرنسيه سي ام اي العالميه سي جي ام واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركه في مصر وقد اثنى الرئيس السيسي على التعاون القائم بين مصر والشركه الفرنسيه والدور الذي تقوم به في تطوير بعض المواني المصريه. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية سي ام اي سي جي ام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد باتريس بيرجاميني النائب الاول لرئيس الشركة الفرنسية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدًا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. من جانبه اثنى السيد الرئيس على العلاقات المصريه الفرنسيه المتميزه على مختلف الاصعده وبالتعاون القائم بين مصر والشركه الفرنسيه والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصريه وتعزيز كفاءتها اللوجستيه والاستيعابيه بما يدعم توجه الدوله لتحويل تلك الموانئ الى مراكز للتجاره والخدمات وذلك في اطار خطه الدوله لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري. تجاري عالمي